في مجال الثقافة والتربية والقيم والفكر والثقافة. وهذا أمر طريقه يعني ما في جرعات ولا كبسولات يعني بتعطي الناس إشارة، وإنما كما أشار الأستاذ إلى قضية التعليم. وتعليم يعني الفكرة الأساسية منه أن تتعلم كيف تفكر، وتتعلم كيف تستزيد، وتتعلم كيف تبحث. لكن يبدو التعليم أن حتى الجامعي بعيد عن مثل هذه الأغراض، وهذه تعتبر يعني نقطة أساسية. لكن السؤال لماذا يعني لا نقرأ؟ هل هنا جهة لها مصلحة أو جهات ألا نقرأ؟ نعم، الجواب نعم. أول شيء أن الاحتلال له مصلحة أساسية ألا نقرأ، وذلك حتى يتم توطين التخلف والجهل داخل البلد، وبالتالي وهذه تعتبر مصلحة أساسية بالنسبة له، شيء استراتيجي بالنسبة له. ثانياً، الأنظمة بشكل عام ليس لها مصلحة إنه الناس تقرأ، لأن الذي يقرأ يفكر، والذي يفكر يدرك. والأصل هي من الثقافة ليس أن تصل إلى المعلومة، وإنما أن تدركها وأن تحللها وينتج عن ذلك فكر. وما حتى الآن ما في أهمية له إلا إذا نتج عن موقف، لأن الثقافة هي ليست مجرد معلومات، لأنه هاي أي ديسك ممكن عنده معلومات أكثر من أي مثقف آخر. هي حياة، هي ممارسة، هي مواقف. وبالتالي بشكل عام الأنظمة ما لها مصلحة بأن الناس يقرأوا، بالعكس هي مصلحتهم إنهم ما يقرأوا. هذا جانب. الجانب الآخر على ما أعتقد إنه كمان الطبقات التي هي ذات المصلحة في المتحكمة على مقدرات الناس في البلاد بشكل عام، هي طبقات أيضا ليس لها مصلحة أن يقرأ الناس، لأن أولا هي بدهم أن يكونوا أن ينهثوا فقط وراء يعني خبزهم. وكما قلت يعني أكثر من مرة، يعني من سوء طالعنا أن الرغيف مستدير، وأنه حينما يركض يكون عنده قدرة على الركض، ونحن نركض وراه وما يعني نحاول أن نوصل إليه ولا نكاد. فبالتالي هناك جهات أكثر من جهات، بما فيها طبعا جهات دولية، اللي بنشوف مثلا هناك مئات الفضائيات الجديدة التي تم يعني إنشاؤها وتوجيهها باللغة العربية إلى منطقتنا، هي تعمل على تسطيح التفكير، تعمل على نشر التخلف. وهذا نوع من أنا مرة في المسجد أو ربما أكثر مرة قلت إنه إحنا بحاجة إلى قراءة جديدة وتفسير جديد لسورة الناس، لأن الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار ما عادش واحد بيوسوس لواحد أو بيقدر يوسوس لعشرة، وإنما أصبح يستطيع أن يوسوس للملايين ومئات الملايين مرة واحدة. وفي هناك يعني مؤسسات كبيرة جدا وغرف عمليات يتعمل على قضية الوسوسة، وهي تعني إخضاع مزيد من البشر لمصلحة حفنة قليلة من المستغلين والاحتكاريين. وهذه هي هم، مش هم على مستوى فلسطين وطن العرب، هي هم على مستوى البشرية كلها، لأن هذا يشكل خطر على البشرية كلها. لكن من جهة أخرى الكتب هي يعني حقيقة غالية ومش غالية. لما نيجي نقول للناس اللي مستوى دخلهم، أنا بحبش أستخدم مصطلح ذوي الدخل المحدود، لأنه اللي بدخل عليه 10-15 ألف شيكل دخله محدود، لكن اللي بدخل عليه 2000 شيكل هذا دخل متدني، واللي بدخل عليه أقل هذا دخل يذوب باستمرار، ودخل يعني متذبذب وما إلى ذلك.
مثلا الكتب عموما هي مش رخيصة، لكن أشارك الأستاذ علي في انه اللي عندنا مصاريف عالية جدا وهي أقل أهمية من الكتب، بل ربما هي ضارة جدا، مع ذلك ننفق عليها ولا ننفق على الكتب. يعني أنا ممكن ننفق على شغلة الميك أب والمواد هذه وأنا مش ضدها، لكن بشكل عام يعني كما قال المفكر العظيم ميخائيل نعيمة: عجبته لمن يغسل وجهه مرات في اليوم ولا يغسل قلبه ولا مرة واحدة في السنة. فنحن بحاجة أن نغسل قلوبنا وكذلك أن نغسل عقولنا من خلال التفكير والتأمل والحوار والقراءة كما أشارت هذه المعلمة الفاضلة. لكن أختم بأنه القراءة هي فيها شيء حقيقة من ممارسة التواضع، لأنه لما واحد يكون معاه درجة علمية وربما درجة علمية يعني متقدمة أو له مؤلفات، مع ذلك تلاقيه راح على مرضى ولا على البيرة زي ما بعمل الأستاذ علي ولا على المكتبات أو من هون وبيقرأ كتابه إلى آخره، معناته هو ضمنيا إذا بيقرأ يعترف إنه هو ما ختمش العلم بين قوسين، وأنه هو بحاجة إلى أن يقرأ المزيد والمزيد، وأن هناك من الناس لديهم من المعلومات والأفكار أو الإبداع ما هو موجود هو بحاجة إله أن يطلع عليه. هذا بيعنيش إنه ليس هذا ليكفي حقه في أن ينقد هذا الإبداع أو هذا العمل. لكن بشكل عام الناس الذين يعني يتحكمون بمقدرات البشر في كل الأوطان وبالأوطان جميعها بشكل عام، هم بشكل عام يكرهوا القراءة ويكرهوا القراء ولا يحبوا نهائيا إنه الإنسان إنه يقرأ نهائيا، لأنه هذا يعني إن القراءة ستؤدي إلى أن تكتشف ظلمهم وفسادهم وتعسفهم وتسلطهم، وتكتشف حقيقة غير ظلمهم أنك بصمتك شريك له في هذا الظلم وفي هذا الاحتلال وفي هذا الاستغلال، وبالتالي إنه من واجبك أن تضع حد لهذه الشراكة وأن تقول لا، تضع حد لصمتك وأن تبدأ أن تقاوم وتدرك قوتك التي هي جزء من قوة الآخرين. وشكرا. التحكير إنه لازم نلاحظ شو اللي بينافس الكتاب. زماننا في هاي الفترة التاريخية خاصة جيل الشباب، شو اللي بينافس الكتاب؟ بينافس الكتاب هي تشكيلة عظيمة من الفنون المخلوطة بالأصوات والألوان، توصلك عبر التلفزيون، توصلك عبر النت، إشي بسحر، في نوع من السحر لجزء من الأصغر منا بيظهر أكثر هذا الموضوع. بالأغاني متنوعة بشكل خرافي معظمها خارج المضمون، أفلام متنوعة بشكل خرافي وبشكل ساحر، السينما صارت علم السحر، كيف واحد بوقت ويسحرك ووديك العوالم يخدعك، متنوعة بشكل خرافي بنفس الوقت خارج المضمون حقيقي. أنواع الغذاء تاع فئة الأطفال أنواع الحلويات أنواع هي متعددة الأنواع والأشكال بشكل خرافي، والباكج تاعها الغلاف تبعها برضه بيسحر، في بتم عملية سحر بالعقول. الأجيال الشابة في كل أنحاء العالم لا أعتقد بوجود أي نظام أي تعليم رسمي بعلم الطفل كيف ينتقد النظام، لا يوجد تعليم من نظام تابع للنظام، بعلم الطفل أو الطالب كيف ينتقد هذا النظام أو كيف يفكر خارج هذا النظام. جميع الأنظمة وهذا شيء طبيعي، هيك الأمر الطبيعي، جميع الأنظمة في العالم بتعلم الشعوب عند شعبها أو الطلاب بما فيهم الطلاب كيف يخدم هذا النظام وكيف يربح هذا النظام أكثر. يعني في أمريكا بيقرأوا، يعني مشكلة يعني مش بس شو إنه نقرأ أو لا، برضه في ماذا تقرأ؟ سؤال مهم. في أمريكا بيقرأوا نسبة القراءة عالية جدا، بس كل اللي بيقرأوا هي يعني علم بساعد الحكومة تغطي ديونها أكثر، بساعد النظام العالمي ماشي حاليا إنه يكون النظام بيعززه في نفس الوقت. هاي هي نوعية كتب، في نوعية كتب كبيرة جدا عدد هائل جدا
مرات بسرح فيك يعني كان على النمط الرؤية في الروايات أو في كتب بتاعت حل مشاكل الزوج وهي هاي الأكثر انتشار مشكلتك مع حبيبتك مشكلتك مع زوجك الكتب اللي تصدر في أمريكا هاي الأكثر انتشار في هذا المجال مشكلتك مع العائلة مشكلتك بحلها مشاكل جزء بطريقة جزئية ما بتخلق مجتمع متطور وإنما بتخلق مجتمع مسلم للنظام الحالي نظام العالم الحالي وبصير أسير فيه هاي هي نوعية الكتب يعني نجي في جانب آخر اللي هو صورة المدارس عندنا بدولنا بشكل عام دول المنطقة بغض النظر في المنطقة العربية الإسلامية دول المنطقة دول التي لسه ما عندها اكتفاء ذاتي لسه مناهج التعليم عندها بتيجي من الخارج الصورة هي عبارة زي ما شبهها أحد المفكرين البرازيليين هي زي مزرعة الدجاج عندك طلاب مصفقين ورا بعض زي الدجاج مصفق في الأقفاص واحد بعرفهم اللي هو الأستاذ وبستنى البيضة اللي هي أداة في الامتحان خلال العملية أو وصفها وصف آخر إنه أنت بتودع في البنك مبلغ تأخذ عليه فائدة بتسحبه فيش أي بروسيس فيش أي عملية تطور أو نقد أو تحليل أو تفكير بتتم خلال كل المنظومة التعليمية هذا هي صورة المدارس عندنا وهي صورة خطيرة أنا حتى بقدر ماسك كتب صف سابع قدامي امبارح بطلع على هيك يعني بالمصادفة مش لاقي سبب هي كتب جافة كتاب أبيض وأسود كتاب التربية الوطنية مثلا الصف الثامن كتاب أبيض وأسود بيحكي عن ريحة مثلا بيحكي عن المقول بيحكي طريقة جافة شوية أرقام ولغة جافة مش لغة تخاطب فيها طالب طفل صف ثامن لغة جافة فعلا حتى الأستاذ إنه بتكره الطلاب في الكتاب وفعلا نمط التعليم عندنا بيخلي فيه عزوف أنا متذكر أيام كان أبوي يعلمني لما بلشت أتعلم القراءة والكتابة ما عمري تعلمت على ورقة كلهم كانوا ألعاب كانوا مرتين بالسوق أنا تعلمت على لعب جمع كلمات وبدو يضوي ويطلع موسيقى وشغلات زي هيك هذا النمط ما قبل المدرسة التعليم ما قبل المدرسة لازم يستمر في المدرسة والتعليم يعني التعليم بالمتعة لا يستمتع الطالب المدرسة حتى الجامعة عندنا يعني الشباب بنشوفها في الجامعة احنا يعني دخلنا السجون المركزية هي الجامعة زي نمط السجون المركزي مبانيها وفيش فيها افق وفيش فيها حتى قاعات الناس تقعد وتلتقي وتحكي بشكل عام فيش فيها حديقة الناس تقعد عدد الكراسي بالحديقة محدود ففي هي عبارة عن سجون حكاها شاكر النابلسي في كتابه الليبراليين العرب او شيء زي هيك حكى انه هو بيحكي كان مدارس امارات بس هي بتنطبق على معظم المدارس في منطقتنا المدارس عندنا هي عبارة عن سجون يعني من الكتب خالي من اي نوع من يعني جاف جدا بعطيك التاريخ كله تعلمناه من صف اول لصف توجيهي عباره عن رقم وحدث تحفظه الدين بشكل مجتمع الدين بشكل مجتمع بشكل نمط حياه شو تعامل مع الدين في المدارس بتيجي بتحفظ دروس المستفاده وشو معاني الكلمات تجويد وبتمتحن فيه اي شيء مجتمع بيحترم حاله بيمتحن الطالب في دينه بامتحان ورقه الدين امتحان مش ورقه انت بتمتحن طالب ببرا بتقيمه علميا في الرياضيات بتقيمه تخيل ده بتمتحن طالب بربط الرباط اللي بسلوكه في المجتمع الدين مش امتحان يقيم بعلامه مثلا هي هذا خلل في المناهج التعليميه انا بعتقد اعتقادي الشخصي هو خلل في المناهج التعليميه الدين الحياه والدين يعني برضه هم بيعلمونا مدرسه محدده وخاصه جدا في الدين مع انه الدين في عده مدارس في عده جهات فكريه ما عمرنا اخذنا فكره الدين دائما بيعطينا التربيه الدينيه التربية اللي مفهومنا عندنا انه انا بدي اربيك عشان امتحنك وعشان تجبر العلامة مش انا بربيك عشان تنطلق في حياتك وتبدع وتكتشف لا انا بربيك وبدي امتحنك في الاخر فانت بدي قد ما تلف بدك تيجي تمتحن عندي قد ما تلف بدك تروح تعمل مقابلة عند رئيس العمل قد ما تلف بدك تقدم ورقة امتحان وتجيب علامة كويسة وكل نمط التقييم عندنا هو على العلامة حتى بالشغل بيجي بقيمك على علاماتك وبقيمك على كذا فاحنا أسرع حالنا يعني أسرع أنماط وأنظمة إحنا بنخلقها بنأسر حالنا فيها المفروض نوع يكون عندنا مفهوم حرية أكبر في التعليم وبنفس الوقت متعة لتحبيب الطلاب وحتى إحنا يعني إحنا عندنا عزوف في الجامعة من الكتاب ومن النمط التعليمي كله شاف وبيشرح اللوح بتكتب وراه بتمتحن فكرة البحث العلمي مش موجودة فكرة الواحد يكتشف شغلة نادي للاكتشاف نادي للاختراعات نادي للوحات الفنية كلها مش موجودة في جفاف وفي نوع من السجون شكرا.
انا بدي ادخل المدخل الجماعي، لانه المدخل الفردي لا شك في ان امثله فرديه يعني اكاد اقول انها نابغه بالقراءه. المشكله هو في المدخل الجماعي. لو سالت السؤال التالي، لماذا يقع الانسان؟ مش معقول انه الانسان يقرا بدون هدف. اذا استعرض هرم ماسلو بيتحدث عن الحاجات الاولى او الضروريات الاولى، وهي الوجود الجسدي، الوجود كوجود بصرف النظر. شو تفكيره؟ إذا الإنسان يقرأ أولاً من حماية الوجود، وجود المال الجسد. إذا قلنا أن هناك وجود جسدي، هناك أيضاً وجود معنى، وبالتالي يقرأ في المرحلة أو المرتبة الثانية في هذا الهرم هي الوجود المعنوي للإنسان، حاجاته المعنوية، قبوله بين الناس، قدرته على التفاعل بين الناس. إذا وضعنا هذول الهدفين، المسألة ليست موجودة الآن. أنا باعتقادي يمكن إحنا لأنه صرنا أوعى اكتشفنا المشكلة. أنا من تعلموا في الخمسينات والستينات، يعني إذا تحدثت إن كان هناك قراءة كثيرة عند البعض، فذلك لأن عدد المتعلمين كانوا قليلين. يعني كان يتخرج من بلد فيها مثلا 5000 بني آدم، كان يصل للتوجيه منهم 10. فالعشرة هؤلاء يبقى بينهم 3 أو 4 يقرأوا. لكن بالنسبة للمجتمع ككل، المجتمع كله الآن، لما إحنا كلنا صرنا متعلمين وأدركنا أن القراءة لم تعد موجودة، طرحنا السؤال. أنا بقول اللي تقع في نقطتين. النقطة الأولى أن يعني تغول مسألة القيمة المالية للإنسان جعلته يبحث عن حماية جسده من غير طريق القراءة، القراءة للمعنويات، وإنما يحافظ على جسده من القراءة المهنية. يعني مثلا علي مهندس بيقرأ في مهنة مشان يزيد دخله، فلان طبيب بيقرأ في مهنة مشان يزيد دخله. أصبح لأن النظام الرأسمالي موجود، أصبح هدف الإنسان هو الوجود الجسدي. الوجود المعنوي أصبح مضر. يعني من يقرأ لتولستوي أو ماكسيم جوركي أو همينغواي أو باول فراير، هذا ثمن القراءة بتكلفه مشاكل. وبالتالي لماذا يقرأ؟ الأهل يتأثرون بالمجتمع ويتأثرون مع حولهم. انظر إلى فلان صار قارئ ويفهم، وإذا به تحت سنابك الخير أو في المعتقلات. من هنا بات الإنسان العربي خاصة في الفترة الأخيرة اللي اشتدت فيها عدم القراءة، بات الإنسان العربي يخشى من أن يصبح فهيما، ويفضل أن يبقى فهيما. وبالتالي اتفق علينا قول المتنبي: بالعقل يشقى في النعيم بعقله، وأخذ جلالتي في تطورني ينعش. أنا أظن إذا بدنا نعيد للقراءة اعتبار، أولا نقطة ذكرها علي وذكرها أبو هادي الأستاذ الإسلام،
تفسد ان الظرف تغير، بمعنى في اليوم تواصل عالمي ونت في عنده وسائل. انا اجتهادي لابد اولا من رفع القمع عن المجتمع. ما ممكن حد يقرا المراحل المعنويه وهو يرى هذا القمع. لو اجي اقول لطالب او لشاب او لاهل بلد اقول لهم عندي كتاب مثلا لكنز، يقول لك هذا اقتصاد متعش. طيب نقول لهم عندنا كتاب عن محرر العبيد ابراهام لينكولن، يقول لك انت وينك وين امريكا؟ اي انت تحكي في بلدك. لو يجيب كله طيب كتاب لا خلينا نسميها لمواطن مناضل في هذا المجتمع العربي دهسة سلامك الخير، يقول لك الى جهنم. لا يمكن، والحريه ممنوعه ان يتم تشجيع القراءه الا القراءه المهنيه. ولذلك لابد برايي ربط قضيه القراءه بقضيه الدفاع عن الحريه. النقطه الثانيه التعليم اللي حكى عنه، انا اشك انه مع انه معظم اساتذه الجامعات ومعظم اساتذه التعليم الثاني يعلمون اهميه الحوار. اشك ان احدا منهم بنسبه معتبره يعني هو عمليا يمارس الحوار مع ذاته، يعني يراجع نفسه انه شو هو بيعمل في اليوم. فكيف يمكنه ان يحاور تلميذه او يحاور الاخرين؟ لابد من ثوره فكريه ثقافيه تدفع الناس الى الحوار، مش بس مع بعضها البعض ومع ذاته. ما بصير انا اتصور انه كل شيء بقوله هو صح وانا ما بقدر استمع لواحد اخر. وفي نفس الوقت ما بصير بسهوله من اجل منفع ولا دولار الى اخره اصير اشقع واركن لاي فكره. هذا نوع من القهر اللي بيجي. باختصار انا ارفض بعض القراءة الذي يعيش المجتمع العربي. شكرا. ما قالوا الاخوان خاصة يعني بدي اركز او الخص مره ثانيه انه اذا ما تغير او ما تطور التعليم في بلادنا من تعليم تلقيني الى تعليم يتعب فيه الطالب لن نستطيع خلق طبقه من القارئين. ثانيا احنا زي ما قال الاخ ابو شداد بالخمسينات والستينات كنا نقبل على قراءات تولستوي وكان عمرنا 18 سنه وشيء من هذا القبيل، والتفكير الفرنسيين والروس والامريكان والمنوال وغيره. بختلط مع شباب عندي في العيله او في الحاره بجيب هالسيره معقوش خبر بهذا الشباب مش سامعين فيها. ثالثا في قراءات في الوقت الحالي لكنها قراءات باتجاه واحد احادي الفكره. اللي اختلطت مع جماعات من اصحاب الحركات الاسلاميه بتشوفها كلهم بيقراوا لكن بيقراوا بنفس كتبهم اللي اعطتهم الفكر هذا. بحاولوش ينفتح العقل على افكار عالميه وغربيه وكذا. انا بعود او برجع هذا السبب الثالث الى الضعف الهائل اللي موجود في الحركات السياسيه الاحزاب اليساريه العلمانيه الموجوده عندنا. فيش كل هاي النقط، اي حلقه واسعه من هذا الشكل في مدينة عريقة في التعليم بتجمع 12 واحد، معقول هذا الحكي؟ في دور أو في دور غائب لأحزاب وطنية علمانية سياسية كانوا بالستينات بنحضر كتاب ونقرأه على مجموعتنا أو شغلات من هذا القبيل. يعني مش عارف كيف بدي أقول هالكلام، أقول إنه زي ما بقولوا هذه عادة مش عبادة. برضه القراءة ممكن تصير عادة.
شاركت احد المفضلات منهم. سألوا الصحفي قال لي لماذا استعملت خطة ال 56 في خطة ال 73 لدخول الديفو الاستوار؟ قال له لانه انا عندي يعني ممكن انه العدو تاعي يكتشف الخطة ويعرف. قال له انا واثق بانه الشعب العربي شعبهم لا يعلم. هذه احد القضايا. الاجانب ايضا يعني بتقرا عننا الكثير الكثير الكثير. في اخر المقابله مذهله لمحمد حسن يتحدث عن كيف يعني قسموا البلاد ما بين صايده وسوريه. Thank you.
زائد اللي تفضلتوا فيه انتم التعليم الفكري اللي حكى فيه جرامشي انه احنا بس فقط متلقيين وغير ناقدين كما تفضل الاستاذ. وانا يعني بأيد هذه الفكره انه لازم يكون في نوع من التغيير في المناهج والتغيير في الاسلوب. وبتهيألي في قضيه ثانيه يعني طرحها ابو سعد انه القضيه من زمان كنت يعني تعمل مباراه بيناتهم من اجل القراءات، اليوم ما فيش هذه المباريات وقليل انهم يمسكوا يعني انهم يمسكوا الكتاب وهذا المسلم. شكرا لكم. حالياً هذا الجيل المتوسط هذا فشل.
بيحكوا فيه أساتذتنا حقيقة بالفعل كان بيعبر عن رؤية واقعية قادرة إنها تنتج ناس انتمت لفصائل، انتمت لتنظيمات، انتمت لجمعيات وبنت في ظل احتلال، بنت مؤسسات قوية. السؤال أو الشيء الثالث نحكي فيه السؤال كله، هذا الموضوع يعني بالفعل هو إصبع على الجرح. ما عندناش لغاية الآن مؤسسة أو حزب أو جمعية قادرة على إنشاء ثقافة. في مجتمعنا كلمة أنا أعتقد نادرة جدا تسمعهاش. كان في وثائق سياسية، كان في وثائق تنظيمية، كان في وثائق رؤية مجتمعية، كان في فلاسفة وكتاب يحكوا عن فترات تاريخية قريبة، سواء من السياسيين بغض النظر عن الجماعات. عندما بتقرأ لمهدي عامر وبيحكي بنقد الفكر اليومي، هاي حصيلة أيام من السبعينات، لما احنا قرأناها في بداية الثمانينات أو منتصف الثمانينات كانت فترة قريبة. الإخوان المسلمين بإنتاج ومنطقة فكرة لما كانوا يحكوا عن الفترة الناصرية كانوا بيحكوا بفترة قريبة. السياسة والثقافة بتلازمهم، يعني ما عنديش فصل ما بين السياسي والمثقف. تراجع السياسي أدى لتدهور الثقافة. نهضة الثقافة ستدفع باتجاه شد السياسة. وبالتالي هي موضوع جدلية أنا بديش أدخل فيها، ولكن التلازم ما بين الثقافة والسياسي هي محور نهضة. الهدف من القراءة كان النهضة، الهدف من القراءة تغيير الواقع، الهدف من النهضة تغيير الواقع المعاش. بالتالي احنا افتقادنا لهذه الامور وتشرب الاحباط بداخلنا ادى لهذا العزوف. كيف بدها تتغير؟ هل التغيير عن طريق العنف؟ هل بالفعل الثقافة لحالها قادرة تغير؟ يعني انا من باب اللي بيحكوا هلا حاليا، انا بايامي ما كان في مؤسسات تعمل تشبيك وتمكين، انا بقول الكلمتين بيعملوا لي عصبي. تشبيك وتمكين، بس كان في ادب واخلاق عندنا كثير. اليوم عندنا في نابلس يمكن خاف الله تقدر تقول 20,000 شاب عنده تشبيك وتمكين وقمه الصعره وقله الحياه موجوده عندنا اليوم. احنا كان عندنا يمكن دي لو ذكرتها بالمسجد ما كانوش يصلوا 5-6، وشارع رفيقيا يعني بحكم ساكن هنا شارع رفيقيا كان مليان ويعج بال100 نجيب وال100 رجل. احنا ايامنا لحقناهم كنا نشوفه، بس كان في ادب واخلاق. اليوم المسجد فيه 4-5 صفوف بيصلوا، بس والله انت بتخجل يا شاب. انا كشاب والله اتحاشى اني امشي بالشارع. تراجع السوية الاخلاقية هذا نتيجة انا بتقدير الهزيمة، ونتيجة انه لغاية الان انا كنت احكي دائما انه العرب طلعوا من اليابان طلعوا الفهمانين دول كيوس، بس حقيقة اثبتت الواقع انه احنا بالفعل مش من باب جلد الذات، ولكن من باب انه بالفعل لا احنا كيوس. احنا عندنا واقع سياسي سبب هاي الازمة وشايفين مغيره. 20 سنة صرنا انا حامل صار علاقات على كتفي، في الاخر طلع فرق بيحكي انه الحياة مفوضة. الله اكبر، اذا الحياة مفوضة شو بتعمل؟ احنا قدام هذا الواقع تبعنا الانفضاض والتراجع عن القراءة، لانه بالفعل انا بطلت اعتقد اني امتلك. انا كنت اقرا بالزمانات سواء بالماركسية او بالدين او بالعلمانية او باي موضوع او حتى بالعقد الفردي، لانه انا صرت الثالث اعدادي كنت قارئ كل العقد الفردي كثير منه لغاية الآن بذكري. ولكن السؤال شو بدي أغير؟ شو بدي أغير؟ سؤال شباب. أنا برأيي كل متفق على أن في مشكلة. أنا برأيي ضلنا نتحدث في مشكلة، المشكلة أصبحت واضحة. ليه نقترح آلية أو طريقة؟ ما بدي أقول حل المشكلة، المشكلة لا تحل وإنما تعالج. خلينا نكتب بس بحديد مشان نقدر نوصل لنتيجة. ما هي أفضل السبل لبداية معقولة لتعليم القراءة؟ أبو شبر الله في مداخلة بس تعقيبا على كلام أستاذ الفاضل. السؤال بطاقة بسيطة، ذكرنا في ثالث الإعدادي بس
سر مرحلة قرأت مجموعة من الكتب. أنا مش عارف أسألك شو السبب ليش قرأت؟ معناتها في سبب دفعك تقرأ. أنا في رأيي أزوفنا عن القراءة مش عن تفريط القراءة. مش هتنظر تبدأ من البيت. تبدأ من البيت من سن مبكر. أول ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي لازم الأسرة تعود الطفل أو الطفلة تحمل القراءة هذا المقام. هون بتوسع مداركه غير مبلغ سن معين بصير عنده توجه للقراءة لون معين. وهذه احنا مشكلتنا إذا نعتبر نفسنا مثقفين. فأنا في رأيي إذا بدنا نخرج من هذا النفق من وجهة نظري أنا كمربي كمعلم أنا بعاني منها طالب وصل لمرحلة توجيه لا يستطيع القراءة حتى باللغة العربية لكن باللغة الإنجليزية لكن بالعربي لا يستطيع أن يستخدم الهمزة أو الألف الممدودة إلى آخره أو الباء المقطوعة. أنا في رأيي المنزل هو الأساس. هذه نعتبرها الأساس. وبعشر رأيك إخوان. مرحلة متأخرة يمكن هذا الكلام ذكروه الإخوة. عندك علم بهذا المجال الكبير بعدين 100% البيت والمعلم تحملوا مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع. يعني ممكن يغيروا ممكن لا يغيروش. احنا الفكرة كلها على بعضها تقريبا ممكن يجمع هالشغلة واحد الصغير انه في علاقة شديدة بين العلم والتربية. في مجتمعنا في انفصال بين الأهل والكتاب. وبالتالي العلم ككل والكتاب والأهل كله مساوي. هل أنت عملت عليها بوضوح قضية البيت والمدرسة؟ الآن صح البيت مفروض يحدد الطالب في الكتاب والمساوي. لكن لما البيت يشعر إنه المطلوب في المدرسة هو دائرة مغلقة جدا اسمها الكتاب المقرر او المطلوبات الكتاب المقرر فبصير في انحراف في العمل بدل ما يفكروا مع الطالب ووسعوا افقه الى اخره وين بحصروهم بهذه الدائره. فالحقيقه الاشكال انه في المدرسه المعلم بيخلق عند الطالب نظره انه هذا الكتاب المقرر هو حدود العالم فيش خروج عن هذا. انت في هذا هاي جل الحاله بدأ المعلم يعتبر الكتاب منفذ إلى إنه الطالب يفكر في قضايا كثيرة وإلى آخره. أخذت أنت قصيدة لإيليا أبماضي مثلا ودي على ديوان إيليا أبماضي مثلا أطلب منه يقارن القصيدة بقصيدة مشابهة لأحمد شوقي إلى آخره. فالمفروض إنه المدرس يكون المقرر بالنسبة له عبارة عن بؤرة ارتباطات في كتب أخرى. الطالب بتعود مع الزمن يصير نبلش بصير عنده هذا الرغبة. البيت بالذات يعني عشان تعطي مثال حالة خاصة البيت إدوارد سعيد اللي احنا سامعين فيه كثير كان هو أمه يروحوا على الحفلات الموسيقية أو يروحوا على المسرحيات في القدس مش مكان الأمور فيرجعوا على الدار وهو صغير يقعد تقول لأمه تناقش فيه في هذه الرواية اللي شافوها الأهمية والغير وإلى آخره. برضو إحنا مصادر الثقافة عندنا معدومة فيش غير المدرسة لا في مسارح ولا في كذا ولا كذا مش زي الأجانب. الأجانب عندهم مصادر المعرفة كثيرة ومكتبات وإلى آخره. فنشأ إدوارد سعيد وهو مثل مسرحيات العالم من هو صغير الحفلات الموسيقية مثل الموسيقى وهو صغير. فمسؤولية البيت 100% مطلقة. ولكن هذا الحاجز البغيض اللي هو إنه في المدرسة خلص مقيد بمادة هالكتاب فالبيت بيضطر يتطور حسب مين؟ حسب هذا الكتاب. وبعدين مش كتاب صغير يعني الكتب مرهقة ويدوب يخلصها الطالب. يعني خذ لك مثلا مثال احنا في الرياضيات لما اشتغلنا في المناهج ألف مرة أنا كنت ألح إنه لازم 6 قصص للرياضيات هيك يعني حسب خبرتي في التوجيه وفي التعليم وإلى آخره. وعلى فكرة في المنهاج المصري 6 قصص للرياضيات من الابتدائي إلى السابع إلى آخره.
عندنا النظام الأردني 5 حصص. بتأخذ هذا النظام اللي هو أبو الخمس حصص مع العلم إنه غير كافي هذا الحكي، فالمعلم بصير هو يحل في الأسئلة، الشارع راح يكون أسئلة في الكتاب، والطالب لا بفكر، فيش بفكر فيه ولا شيء. فإذا في التعليم الأساس المعلم، الأساس المنهج، هذا هو المدرسة الأساس، ثم البيت بعد ذلك. الله شكرا. Thank you.
تعبديه صغيره مجال التعبير عن النفس الحريه، التعبير عن ذات الحريه. الطفل ما بلاقي مجال يعبر عن ذات الحريه في مجتمعنا، كون المنتدى التنويري المساحه الضيقه اللي فيها الطفل بيعبر عن حاله بطريقه واسعه، كل بدها العلاقه بالموسيقى قوية، يعني بيكون ورشات عمل في المجال لواحد بالتربيه او الفنون او شيء بيفهم الموضوع، كيف الطفل يعني ما بعرفش اي عمر يعني سن صغير كيف بيقدر يعبر عن ذاته الحريه بالكتابه بالرسم بالضحك باي طريقه، يعني مش بالاصل النواه يعني هي الطفل. انا عندي اقتراح انه نحكي مع دور النشأة نحكي معهم باتجاهين، يعني الاتجاه الاول انه كل فتره قريبه يعني كل 3 اشهر كل 4 اشهر يكون في معرض كتاب، معرض كتاب في موقع يعني يقدر الناس كلها توصل له وينعرف انه هون في معرض كتاب، يعني احيانا بصير معرض كتاب في الجامعه في النجاح او في القدس المفتوحه او باي موقع ثاني ما حدش بيعرف فيه، يعني يمكن تعرف فيه لاحقا انه في معرض كتاب. الشيء الثاني انه احنا نحاول نجمع اصحاب النشر ونحكي معهم باتجاه ثاني من خلال مؤسسات مثل البلد بنشر اولا قواعد بالكتب الصادره الجديده جديده باسماء الكتاب وبالسعر. يعني انا احيانا كثير بحب اشغل على مكتب بس بديش احقق هذا الكتاب بخجل لانه يمكن اصحابي اللي في المكتب كان افكر حقه غاليه، بس اقل ما فيها زي ما احنا بنمشي بالسوق بنشوف السلع واسعارها منشوره، كمان نشوف هاي الكتب واسعارها منشوره. ضد انا تسليع الثقافه اللي تكون سلعه وكذا، ولكن حقيقه هي حاجه. احيانا نظام الدعايه اللي حكوا فيه علي بيه موضوع السحر، خلينا نعمل هذه يعني السحر ليش كنت بتشغل على شغلات معينه؟ انا هذا اقتراح. انا عندي اقتراح قد يكون بالصدق مش بالاقتراح بشرط ان حد ياثر على احدى التلفزيونات، هلا حد ياثر على احدى التلفزيونات. انا برايي انه القراءه المهنيه مره اخرى يعني مشكلتها اقل حد من القراءه اللي بيسموها قراءه وجود المعنى، وجود معنى وجود الانسان، وهي القراءه المتعلقه بالمستقبل سواء الهويه سواء الحقيقيه سواء الانسانيه الى اخره. انا بعتقد اذا نفس المشروع اللي اقترح سابقا انه نختلنا كتاب نوزعه بين الشباب 10 12 14 15 شهر ياخذ كل واحد منهم فصل نتفق مع محطه تلفزيون الحي انه عندنا اليوم جلسه حوار اقراء اللي بده يقرا بيكون مثلا فصل اكس بده يقرا مثلا نضال او علي او اي واحد يعني يقرا مش يقرا يعني يشعر يستعرض نعم يستعرض فعلا التلفزيون المحلي طلع علي او نضال اي واحد منهم وطلعوا على التلفزيون وهو يحاول الشعر. انا في ظني هذه الناحيه المعنويه ستدفع كثير من اللي بيعرفوا الشباب من ضمه للحلقه، لانه انا بتذكر واحد يعني مستفيد من تجربتي الماضي. انا درست صلاحيه في الثانوي العام ويعني كنت مما لهم شيء ما كانت تشتري الزوم كانت في لعبه اوروبيه لما اجى بلغنا في المدرسه مختار الثاني العلمي ثلاث طلاب كنت انا احسن مشان نحكي بديش يعني قديش انا عارف قديش شعرت بانه هذه يعني شيء مدمن. انا بعتقد اذا طبقنا هذا البرنامج مع احدى التلفزيونات ممكن مع شبكه معنا كامله انه والله كل اسبوع بيكون لنا فصل بيستعرضوا احدهم بيناقشوا احنا بنكون موجودين يعني مش بس الشباب لحالهم انا بضيف
أنا بعتقد هذا ستجذب كتب خاصة من طلبة الجامعة كتب للقراءة. هذا اجتهاد. أنا في الحال بس حبيت أعطيكم في تجربة عندنا اللجنة الشبابية قررتها بكل اجتماع للجنة الشبابية بيكون موجود أحد الكتب وسيتم قراءة 5 صفحات 10 صفحات مجرد قراءة لاحقا يعني إذا في وقت حيتم مناقشتها ولكن اضطر هذا الموضوع عندنا وحيتشرب عليه اللجنة الشبابية الموجودة في المنطقة كتاب يقرأ منه 5 صفحات أو 10 صفحات كثير من الخرش. بدنا تلفزيون يا هذا موضوع ثاني هذا يعني احنا بالنسبه للتلفزيون في العالم تفضل تفصل. التلفزيون الشعب العربي بنحاول نأمن التلفزيون اللي يستقبل هاي الشغلات في راس المهندسين موجود في الشغل. ليش اي تلفزيون؟ اسيا؟ هذا الخلف يعني سيزر منطقه نعمل له دعايه لازم نجلس حواريه ثقافيه كل احد الشباب يقول الشعب ما شاء الله زين اسبوع اللي هي بدنا نسمع فيها شغلتين بالمواضيع نسمع عن الشباب بالبرامج في الماده التكيان نص مع داخل في مداخله مداخله بسيطه الشباب كلها تقرا ونعمل سين جيم بين فريقين في الغرفه. احد المرات يمكن ابو اسلام بتذكرها اجى عباس نائب المدير تبع غرفه 7 فتح غرفه 7 عليه كنا عاملين سين جيم كان في معنا داود عباس في نفس الغرفه في سين جيم صار يسال انت شو دارس وانت وشو شهادتك انت وانت وانت وجد كل اللي قاعدين مثقفين وليس متعلمين مثقفين وليس متعلمين طب طلعنا من السجون اغلبنا لما انتقلت الرايه من ايدنا لايد متعلمين صاروا يقولوا شو عملونا الناس اللي موجودين صاروا شو عملونا انتوا استلمتوا الرايه شو عملتونا نوجد حاليا احنا كفلسطينيين يعني ليش ننكر فتح كمنظمه تحرير ولا بدنا نناقش شيء مين فتح بالمنظمة التحرير شيء اليسار الفلسطيني منظمة التحرير بس فتح انضربت قبل اليسار الفلسطيني ليش؟ لأنها ركزت على المتعلمين وأبعدت المثقفين عن قيادة العمل الوطني وهذا اللي حصل فينا احنا كشعب فلسطيني بنركز على المتعلم هو المتعلم أصلا بنجيب قوته حمل الشهادة بروح عند أبوه وهو مش هو حامل كتاب مش بده يحصل على الرياضة قال لك شيء فينا يا بابا شو بدنا فيها هاي القصه؟ شو بدنا فيها الكتاب يا بابا؟ وجد جيل غير قارئ جيل متعلم عراسي احنا ماخذين نسبه عاليه من المتعلمين في العالم بس هل انه احنا في عندنا نسبه تذكر المثقفين ما بعد 77 78 قبل هذا الوقت صدقني انا من احد الناس خريج سيرفيس احد الايام قدمت اوراق احدى الوزارات رجعوا لي اياه وانت لي مثلا صحيح بعد لقاء يعني والله هي الورقه رسميه متركبه من المدارس طب استاذ هلا لو بتتصل معنا قبل مين عندك شيء
خلص يا خلص يا حد ما كنت يا اخي انا عبد ما معنا بس لك سؤال بس يوميا بنصبح عند الصبح يوميا بنصبح عند طب هلا بنفتح عند الصبح عشان سؤال مشان اكد اهميه كل واحد بشوف قدامك ولا ارفع على سجد المدرسه المجتمع أن تعلم تعلم لشخص واحد هذا شيء أنا بقطعت به إذا ما فكرش بالشكة وبالسيارة قبل نفسه بالشكة وبالسيارة هذا شيء مشان الشعب المصري إلا من رحم ربه خلينا نسمع بس الشباب بفكر فيه ما عندنا معلومة عنه اسم المشاهدين سنة بعد أنا شخصياً مختار يعني ما بنشاهد ما ليش هذا في أخطاء لا عايش من بعد عندي الخبراء يا علي عندي الفقراء إذا بدك تكلم عندي الفقراء معظمهم تلفزيون محلي في نسبة تفضل اسمحولي دولار ممكن هو إخوان في التلفزيون شايفوا هذا العمل بس كنت واحد يكون عنده فكرة على الإخراج يضبط كيف الأمور فإذا هذا الكلام الصواب ممكن نحط على الموقع الإلكتروني تبع الكلام المنتدى أو نعمل إشي على اليوتيوب المهم بيطلع إشي يعني بمعنى أنت بتستفيد منه على أكثر من صعيد يعني لو كان شافوا قديش أنت المكسب الأساسي تجربة للذرة القابلة للتنمية الشغلة الثانية أنه عملية التصوير عملية التصوير انت بعد هيك ممكن تستخدمها في اكثر من شغل. احنا متوقع يعني كان بثه مباشر لانه نستقبل اتصالات هو مباشر بضل المستشفى عسكري بعطينا اياه بثه صراحه اللي يعني يكون عنده فكره على الاخراج على اساس انه يعمل ترتيب كيف هذا الكلام بده يتم اخراجه. I would like to thank Abraham because of this. I'm